السلام عليكم. حاولنا مجتهدين أن نصنع الابتسامة على وجهك، فأتمنى أن نكون قد وفقنا بذلك. يجيبني عابسا: لماذا أبتسم والحال كما ترى؟ فأقول: ابتسم لأننا نحبك مبتسما، ابتسم لأنها صدقة. خلال الأيام القليلة الماضية لاحظنا أمرا غريبا، لاحظنا أننا أصبحنا أقل ابتسامة، لاحظنا أن الحجر المنزلي ربما جعلنا أقل ابتسامة. فمن منا لم يتصادم مع محيطه على أهول الأمور هذه الفترة؟ ربما بدأنا نصنع الكآبة بأيدينا. صحيح، البارحة يخبرني صديقي مهاتفا يقول: أريد أن أفتعل مشكلة ولا أعرف مع من أفتعلها ولا أعرف ما السبب. يعني أغلقت المكالمة فورا. بهذه الدرجة وصل بعضنا مع الأسف بسبب الحجر المنزلي. لذلك ابتسم، فأقرب طريق إلى القلوب هي طلاقة الوجه، الابتسامة. ابتسم تبتسم لك الدنيا، ابتسم لعل هذه الابتسامة تكون سببا لدخولك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. ويقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. من أخلاق النبوة طلاقة الوجه، فتحلى بها لتسعد وتسعد من حولك. أشكرك أخي عمر. نعم، الابتسامة إسعاد للمحيطين بك، وأؤكد لك ذلك. لو نظرت لشخص غاضب هل تغضب لا إراديا؟ لا، بل يصيبك هذا الأمر ربما بالخوف. ولو نظرت إلى شخص حزين هل تحزن لا إراديا؟ لا، بل يصيبك ربما بنوع من الريبة. ولكن لو نظرت لشخص يبتسم هل تبتسم لا إراديا؟ نعم، هناك حكمة. فالابتسامة عدوى سعادة وإسعاد لمن حولك، فابتسم. وما أجمل من ابتسامة تخرج من ملامح غاضب حزين. يعني تخيل أن هناك شخص في قمة غضبه أو حزنه ثم أسعدته فابتسم، فتلك أجمل ابتسامة برأيي. فإذا كنت حزين أو غاضب الآن ابتسم، فتلك أجمل ابتسامة. الابتسامة بالنسبة لي هي ترجمة لكلمة التفاؤل، ترجمة لكلمة المحبة والسلام بكل لغات العالم. يعني مثلا إذا أنت كنت في واحد الوسط اللي فيه شخص حزين، وحتى لو ما كنتوش كتواصلوا بلغة معينة ولاحظتي في ملامح الحزن وابتسمتي في وجهه، فهكذا كتكون شرطي طاقة إيجابية، واحد المشاعر جميلة معه، مشاعر تفاؤل والأمل، فهو كيفهمها بطبيعة الحال بدون ما أنك تنطق بأي كلمة. حاجة واحدة أخرى، مثلا أنا من خلال سفري فيما كنسافر في لأي بلاد ديما كنكون باش أني قبل ما نتواصل مع أي شخص كنسبق الابتسامة، لأني كنبغي نتعامل مع الناس كما أحب أن يتعاملوا معي. فاش كنبتسم وكيردوا لي الابتسامة ولا هما ابتسموا معي وأنا رديت لهم الابتسامة، فكنحس أن هناك تقبل للآخر، هناك إنسانية في الموضوع. فالابتسامة هي حياة بالنسبة لي، هي كل شيء جميل. أشكرك أختي إحسان. نعم، الابتسامة لغة تترجم، لغة لا يتقنها إلا من أحسن تعلمها، لغة تنهي بها جدالا عقيما، لغة تكسب بها قلبا غليظا، لغة تسعد بها نفسا متأججة. فالابتسامة تحمل في طياتها معاني كثيرة، فابتسم فأنت أجمل بابتسامتك. للابتسامة تأثير الفراشة، يعني ربما ابتسامتك البسيطة تمنع شخص من مصيبة كبيرة، تخيل. ولهذا التأثير قصص كثيرة، وهنا صديقي العزيز يوسف سيطلعنا على واحدة من تلك القصص من حياته الشخصية. هذه القصة حصلت معي قبل 3 سنوات. قبل 3 سنوات من الآن فتحت حساب في أحد البنوك الموجودة هنا في المغرب. هذا البنك له فرع هنا في مدينتي، مدينة تطوان. المهم استمريت معهم لتقريبا سنة، وفي أحد الأيام ضاعت مني البطاقة الائتمانية، لا أعرف كيف ضاعت. فطبيعي أنني سأذهب إلى الوكالة سأقول لهم بأنها ضاعت وأريد بطاقة أخرى. وفعلا هذا ما فعلته، ذهبت إليهم إلى الموظفة التي تكون هناك وقلت لها ضاعت مني البطاقة وأريد بطاقة أخرى. قمت بعمل جميع الإجراءات وقالت لي يجب أن تنتظر أسبوع أو أسبوعين لحين أن تأتي بطاقة أخرى، وهذا ما كان. انتظرت الأسبوع الأول لم تأتي، الأسبوع الثاني لم تأتي، الثالث، الرابع، الخامس. انتظرت لمدة 2 شهر وأنا بدون بطاقة. في آخر مرة ذهبت
للوكالة وقابلت الموظفة المسؤولة عني، سألتها هل وصلت البطاقة، وأجابتني بكل برود لا بقي ما وصلتش. بهذه الطريقة، الغريب في الأمر والسبب الذي جعلني أقفل حسابي في هذه المؤسسة البنكية ليس أنهم تأخروا عني شهرين، بل لأن تلك الموظفة التي كانت هناك دائما وعندما كنت أقابلها في المكتب كان وجهها عابس مجمد من أي مشاعر. لم أرها تبتسم ولا مرة واحدة منذ أن فتحت حساب في تلك الوكالة، لم أرها تبتسم لا في وجهي أنا ولا في وجه أي زبون آخر يكون قبلي، مع العلم أن الموظف الذي يتعامل مع الزبائن وجها لوجه في الصف الأمامي يجب دائما أن يكون وجهه مشرق، ويجب أن يكون له قبول في القلب، يجب أن يشعر الزبون بالراحة وهو يتعامل مع ذلك الموظف، والعكس صحيح أيضا، يجب على الموظف أن يشعر الزبون بالراحة وهو يتكلم معه وهو يتعامل معه. بعد تلك الحادثة لم أعد أشعر بالراحة إطلاقا وأنا منضم إلى هذه الوكالة البنكية، فبكل بساطة أخبرتها بأن تغلق الحساب نهائيا، لم أعد أريده. هل لاحظت مدى تأثير شيء بسيط جدا في شركة بكاملها؟ هي فقط ابتسامة ووجه بشوش، هذا كل ما في الأمر. الابتسامة تجعل للشخص قبول في قلوب الآخرين وتسهل التواصل بينهم، وأنا بطبيعتي لا أرتاح لأي شخص إطلاقا إذا كنت أتواصل معه أو أتكلم معه وهو عبوس في وجهه، ملامحه متجمدة، أحس كأنه ثقيل على القلب. فهل تخيلت لو عندك شركة أنك ستخسر زبون فقط بسبب أن موظفك لا يبتسم مع الزبائن؟ نعم، أشكرك أخي يوسف، أخي الحبيب، أختي الفاضلة. لو سألت أي طبيب عن تشريح الوجه سيخبرك الكثير، سيخبرك أن العضلات التي تستخدمها في الابتسامة أقل بكثير من عضلات التجهم والغضب، فالأولى لعضلاتك أن تبتسم لا تتجهم. سيخبرك عند الابتسامة يفرز لديك هرمون السيروتونين، هرمون السعادة، فلا يمكن لشخص سوي أن يكون سعيدا دون أن تهرب منه ابتسامة ولو حاول كبتها، وذلك السيروتونين وتأثيره، فلا يمكن أن تكون سعيدا بملامح حزينة. أما أنا فأقول إذا لم يجبرك دماغك بالسيروتونين فأجبره أنت، وابدأ بالابتسامة دون حافز، هذا سيجبر الدماغ على إفراز السيروتونين وبالتالي الشعور بالسعادة. يقال أن 14% من الناس لا تبتسم في يومها إلا 5 مرات، فلا تكن من هؤلاء وابتسم بهذه الابتسامة الخلابة. في بحث أجري في عام 2010 تم إحضار صورة في عام 1952 للاعبين في دوري كرة البيسبول، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا في الصورة ابتسامتهم عريضة كان متوسط أعمارهم 79.2%، ولكن الأشخاص الذين كانت ابتسامتهم خفيفة عاشوا لمدة متوسط عمر 72%. بمعنى آخر أن الابتسامة تطيل العمر والأعمار طبعا بيد الله عز وجل، ولكن هذه نظرة من ناحية إحصائية. أنوه في النهاية أن الابتسامة التي نتكلم عنها هنا هي الابتسامة التي تكون في إطار حلال، يعني لا يجوز لك الآن أن تذهب أنت أو أنت إلى الأجانب عليك من الرجال أو النساء وتبتسم لهم بحجة أنك توزع صدقات، لا، أنت هكذا توزع فتن، فلا بد أن تكون هذه الابتسامة في إطار حلال. فالابتسامة كالسحر، تبث الأمل في النفس وتزيل الوحشة من جوفها وتصنع السعادة من جديد وتحيي روح القلب، فلا بد أن تكون في إطارها الصحيح. في النهاية أحبتي في الله، أريد أن أشكر كل زملاء الأعزاء على وجودهم، مشاركتهم، ابتسامتهم، كل بأحب الأسماء إلى قلبه، فشكرا لكم عمر، إحسان، يوسف، محمود، ووضعت لكم في الوصف قنواتهم، أسعد بزيارتكم لها، ودمتم في أمان الله.